نرد كتير وبنحاول نرد على اكاذيب واضحه وصريحه، ولكن لما الاكاذيب توصل لمستوى ان الناس داخل الاستوديو تشوفها افورت حبتين يبقى لازم نشوف الفيديو. الاحتفالية الخاصة بتكريم النادي الأهلي والاحتفال به كبطل الدوري والمقارنة عند بعض من جماهير نادي الزمالك إن ده ما حصلش مع نادي الزمالك إن كان في الكونفدرالية وهي نفس الشركة الراعية وإن كان في بطولة كأس مصر. هو طبعا هي يعني الوضع مختلف أنا من وجهة نظر. هو البطولة الكونفدرالية أنت استلمتها في وقتها، بطولة الكأس أنت استلمته، اللي ما تمش تسليمه هو بطولة الدوري. لكن انت بتتكلم على ظروف، هو عمل ليه احتفاليه كرم فيها او سلم فيها النادي الاهلي، لو هو اتعذر عليه ان هو يسلم الدوري للنادي الاهلي وقتها، طب انت هيعمل لك حفله يسلمك فيها ايه؟ لا حفله تكريم، لا بس في تقصير يا تكريم، لا تكريم الشركه الرائعه لما الاهلي سافر مش تونس هيسلمك، دفع ثمن التذاكر وادى الناس ممكن نتكلم ممكن نتكلم حصل ده مع الزمالك يا ست بتقول لي مفيش تقصير لا انا يا عم انت عايز تتكلم وخلاص لا بقول لك في مش هتكلم وخلاص احنا بنتكلم على فكره معينه مش عايزين نلغوش حلوه الشراسه دي في الرد يا عم انت بتتكلم وخلاص يعني الموضوع واضح انت ماشي واخد الكاس في ايدك وماشي واخد الكونفدراليه في ايدك احنا لحد الحفله ضلع الدوري عمالين نتحايل على الناس ان احنا نستلم ولما استلمناه في حفله مغلقه في احد الاماكن وحاولت الشركه الراعيه وحاول النادي الاهلي انه يخرج شكلها حلو انت عايزه كمان يرجع يعمل لك حفله الموضوع صعب الموضوع وصل لمرحله ان الرد يا جماعه ماشي بنقول حاجه بتاع بس شكلنا ما يبقاش كده يعني قال له انت بتقول ايه فاعتقد مشهد غريب جدا بس يعني بس انا اتمنى المشهد ده ما يكررش لان احنا كده مش هنطلع اللعيب بيرد على نفسهم مش هنرد احنا لا لا الحقيقه هو درع الدوري المفروض ان هو اتاخر كتير جدا فده الشكل اللي ممكن يعني يرضي جماهير النادي الاهلي ده ادنى حاجه اه انا عارف اقل حاجه, أقل حاجة بالفعل اقل حقوق النادي الاهلي انت كان المفروض درع الدوري ناخده في ناخد نستلمه في ارض الملعب عندنا مباريات كتير حققنا الدرع وكان عندنا مباراه الزمالك نقدر نحققها وكان عندنا مباريات كتير جدا يا فارس ولكن في النهايه هم ردوا على بعض وكان الرد طريف وحبينا نقف عنده ونتمنى والله الناس كلها ترد بمنطقيه ويكون ده شعارنا لان احنا والله ده دستورنا هنا واحنا بنعمل ده طول الوقت وده اتفاق ما بيننا فنتمنى كل الناس تتعامل بنفس المنطق هنطلع فاصل وهنرجع لفقرتكم المحببه واللي هتكون مختلفه خالص النهارده ريمونتادا